هذه النشرة برعاية جاستروبول، اس اي موبلر، دينتالي. انتقادات تتعرض لها وزيرة الثقافة في الحكومة السويدية بعد ساعات على تعيينها في منصبها. زعيمة الوسط تتهم حزبي المحافظين والمسيح الديمقراطي بنكث وعودهما الانتخابية. مرحبا بكم. بعد ساعات قليلة على تعيينها في منصبها وزيرة للثقافة في الحكومة السويدية الجديدة، تلقت الوزيرة عن حزب البيئة أماندا ليند انتقادات عديدة، وذلك لإشادتها في الماضي بمهمة قبلان الوزير السابق في الحكومة الذي أرغم على الاستقالة من منصبه بسبب اجتماعه بأعضاء منظمة الذئاب الرمادية التركية المتطرفة. وكان من بين المنتقدين لها رئيس حزب الليبرالي يان بيوركلوند. الوزيرة الجديدة قالت في حديثها للتلفزيون السويدي صباح اليوم إنها أوضحت موقفها تجاه قبلان، مشيرة إلى أنه ارتكب خطأ واستقال، وهذا أمر اعتبرته ولا تزال تعتبره جيدا على حد قولها. ومن جهته أندرس إيغمان الذي عين وزيرا للطاقة والرقمنة في الحكومة السويدية الجديدة رد على تعليق رئيسة الحزب المسيح الديمقراطي إيبا بوشتور التي وصفت توليه لمنصبه الوزاري الجديد بأنه قرار يثير الانتقاد. إيغمان قال إنه يتوقع هذا الموقف من بوش وإن ذلك جزء من اللعبة السياسية، مشيرا إلى أنه تلقى أكبر دعم على الإطلاق بين السويديين وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة. زعيمة حزب الوسط أني لوف تعتبر أن حزبي المحافظين والمسيح الديمقراطي قد نقثا بوعودهما الانتخابية عندما أرادا الدخول في طريق الحصول على دعم من حزب سفاريا ديمقراطنا اليميني المتطرف. لوف قالت في مقابلة مطولة مع صحيفة داغز نيوهاتر اليوم إنها تشعر بالأسف من الرسالة التي تلقتها من هذين الحزبين بخصوص التعاون مع سفاريا ديمقراطنا. لوف رأت أن الحزبين تركا كلا من الوسط والليبرالي لتشكيل الحكومة بأنفسهما حسب وصفها. شركة فولفو السويدية للسيارات تقرر سحب 37 ألف سيارة من موديلات مختلفة من الأسواق السويدية، وذلك بعد اكتشاف أخطاء في خط الوقود بحسب ما ذكرته صحيفة أفتنبلودت. الشركة حثت الزبائن المعنيين على الاتصال فورا بتجار شركة فولفو المعتمدين لتصحيح الخطأ مجانا. ووفقا للشركة فإن العطل موجود في 11 طراز مختلف من السيارات التي تسير بالديزل والمنتجة في عامي 2015 و2016. الشركة قررت أيضا سحب 200 ألف سيارة حول العالم لذات السبب. مصلحة الهجرة السويدية تقرر الاستئناف ضد قرار الادعاء العام وقف التحقيق الأولي ببلاغ كانت تقدمت به المصلحة في وقت سابق من العام الماضي بحق حزب البديل من أجل السويد اليميني المتطرف، بعد استخدامه شعارا مشابها لشعار المصلحة في حملته الانتخابية البرلمانية العام المنصرم. المصلحة ذكرت أنها ترغب بمعرفة إلى أي مدى يمكن أن يذهب حزب سياسي بهذا العمل غير القانوني تجاه السلطات السويدية. يذكر أن القائمين على حملة الحزب الماضية ارتدوا قمصانا تحمل شعار مصلحة الهجرة مكتوب عليها جملة مصلحة إعادة التدوير موجهة ضد اللاجئين. انطلقت في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم محاكمة رجل سوري يبلغ من العمر 31 عاما من سكان جنوب السويد بتهم تتعلق بالإرهاب. الادعاء العام يقول إن الرجل يشتبه بتورده ومجموعة من الأشخاص الآخرين بالتحضير لعملية قتل عشوائي في العاصمة كوبنهاجن.
يذكر أن الرجل المعتقل منذ عام في الدنمارك اتهم سابقا بالوقوف وراء إحراق مسجد شيعي في مالمو، لكن السلطات السويدية أطلقت سراحه لاحقا لعدم كفاية الأدلة. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جيستري بول، اس اي موبلر، دينتالي.